تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا بكم في بداية هذا العرض الإخباري الذي نبدأه بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي اللجنة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والتعاون بين بلادنا، وهذه اللجنة يتصدر اللقاء. رئيس الجمهورية يترأس بالقصر الرئاسي حفل أداء اليمين القانونية لعضوين جديدين في المجلس الدستوري. فرانسوا فيون يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي، وساركوزي يعلن انسحابه من الحياة السياسية بعد هزيمته في هذه الانتخابات. أهلا بكم جميعا. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ظهر اليوم بالقصر الرئاسي الدكتورة ريما خلف الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، والتي تزور بلادنا حاليا. جرت المقابلة بحضور السيد محمد دول كمبو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد مختار محمد الحسن مدير إدارة التكافل والتنمية الاقتصادية في الإسكوا. الدكتورة خلف أدلت بعيد اللقاء لقناة الموريتانية بالتصريح التالي: كان لي شرف اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية خلال زيارتي القصيرة هذه لموريتانيا، وزيارتي تأتي بعد أن انضمت موريتانيا للأسكوا، وهي المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية لمنظمة الأمم المتحدة. الأسكوا تعنى بجميع شؤون التنمية في البلدان العربية، وسعدنا كثيرا بانضمام موريتانيا لأن موريتانيا تقدم لنا منظورا جديدا مختلفا وتساهم بشكل كبير بفعاليات الأسكوا. خلال اللقاء تحدثنا، كنا قد وقعنا صباح هذا اليوم مع معالي الوزير اتفاقية تعاون، وخلال هذا اللقاء أبدى فخامة الرئيس اهتماما كبيرا بشؤون التنمية في موريتانيا، وحرصا على تحقيق الأهداف التنموية لهذا البلد بالتعاون مع جميع المنظمات الإقليمية. تحدثنا عن برنامج التعاون الذي يشمل التعاون مع الوزارات المختلفة لبناء الأجهزة والأنظمة الإحصائية، ولبناء القدرة على اتخاذ السياسات الكفيلة بالقضاء على الفقر وعلى البطالة وبتحقيق الأهداف التنموية لموريتانيا، والتي تنسجم مع الأهداف التي أقرتها دول العالم في إطار الأجندة 2030. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ترأس صباح اليوم بالقصر الرئاسي حفل أداء اليمين القانونية لعضوين جديدين في المجلس الدستوري. تقرير محمد رشيد عبيد. احتضن القصر الرئاسي مراسيم أداء اليمين القانونية لعضوين جديدين في المجلس الدستوري، ودعا رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز السيد يحيى المحمد محمود والشيخ عبد الرحمن لأداء اليمين القانونية. السيد يحيى المحمد محمود والشيخ عبد الرحمن، ندعوكم لتأدية اليمين بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. أقسم بالله العلي القدير، أنا أقوم بوظائفي بكل إخلاص، وأنا أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور، وأنا أكتم سر المداولات والتصويت، وأنا أتجنب إبداء أي موقف علني، وأن لا أعطي أي استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس. ليعلن رئيس الجمهورية بعد ذلك تنصيبه في مهامه الجديدة. أعلن تنصيبكم في مهامكم الجديدة. كما دعا رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز السيد أمد أبو بكر باء لأداء اليمين القانونية بوصفه عضوا جديدا للمجلس الدستوري. السيد أمد أبو بكر باء، أدعوكم لتأدية اليمين بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. أقسم بالله العلي القدير، أنا أقوم بوظائفي بكل إخلاص، وأن أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور، وأن أكتم سر المداولات والتصويت، وأن أتجنب بإبداء أي موقف علني، وأن لا أعطي أي استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس.
ليعلن سيادته بعد ذلك تنصيبه في مهامه الجديدة. أعلن تنصيبكم في مهامكم الجديدة. حضر مراسيم حفل التنصيب السادة محمد الحسن والحاج رئيس مجلس الشيوخ محمد والبيليل رئيس الجمعية الوطنية الدكتور ملاي محمد الأقلف الوزير الأمير العام لرئاسة الجمهورية الأستاذ إبراهيم ولدادة وزير العدل الأستاذ صغير المبارك رئيس المجلس الدستوري الأستاذ حفظ محمد يوسف رئيس المحكمة العليا أحمد الحسن والشيخ محمد حامد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي سيد نعالي والسيدي والجيلاني رئيس محكمة الحسابات سيد محمد والمحمد الأمين المدعي العام لدى المحكمة العليا الحسين والناجي مستشار برئاسة الجمهورية سي أدما الأمين العام للمجلس الدستوري. تفقدت وزيرة الزراعة اليوم في بلدية عين الطائع بمقاطعة أطار واحة المويلح النموذجية ضمن برنامج قطاع الزراعة المتعلق بتجديد الواحات. كما زارت السيدة الوزيرة شركة تمور أدرار ومصنع معالجة التمور وصناعة الأعلاف واطلعت على سير العمل في هذه المؤسسات. يعد تجمع المويلح التابع لبلدية عين الطائع من بين المواقع التي استفادت من تدخل قطاع الزراعة في مجال تجديد واحات النخيل. في هذه المنطقة اطلعت وزيرة الزراعة السيدة الأمينة بنت القطب المهمة صحبة والي ولاية أدرار السيد الشيخ عبد الله اللواه على واحة المويلح النموذجية التي تم إنشاؤها على مساحة تقدر بعشرة هكتارات وتضم 1200 نخلة وتجهيزها بمنظومة مائية مجهزة بطاقة شمسية تتألف من بئر ارتوازية وخزان للمياه بسعة 40 طن وشبكة لتوزيع المياه تعمل بنظام الري بالتنقيط. الموقع النموذجي بالمويلح تم تسييجه وحمايته بمصدات رياح ومواكبته بجهود مكثفة في مجال الإرشاد والتأطير الزراعيين. ويرمي هذا البرنامج المنفذ من قبل برنامج التنمية المستديمة للواحات إلى تجديد واحات النخيل على نمط فني يساعد على زيادة الإنتاج والتحسين النوعي للمنتوج وذلك من خلال استهدافه للفئات الهشة في المجتمع. سكنت 32 أسرة كانت فقيرة ولا عارفة فاش تسكن، جبرت فاش توحى وجبرت أرض مصلحة للزراعة والنخيل وجبرت الماء وحلوا مشاكلها من ناحية الواحة. كما شكل مصنع كونيفان لمعالجة التمور محطة بارزة ضمن زيارة وزيرة الزراعة حيث اطلعت على الطرق المتبعة في مجال صناعة عصير التمور والأعلاف من أجل إعطاء قيمة مضافة لمنتوج التمور. وبشركة تمور أدرار تم التعرف على التقنيات المتبعة في مجال معالجة التمور والخضروات وتعليبها حيث تصل القدرة الإنتاجية لهذا المصنع إلى 500 طن في السنة. مصنع للتمور تخزين التمور والخضروات طاقة إنتاجه 500 طن في فترات في موسم القيطنة ينتج التمور ويصنعها ويعطي قيمة مضافة ويسوقها في أسواق ويوفرها فترة السنة كاملة في أسواق الوطنية لمنافسة إنتاج الخارجي. وعلى هامش هذه الزيارة تفقدت وزيرة الزراعة مقر المندوبية الجهوية للزراعة في ولاية أدرار حيث تابعت عرضا أوضح مجالات تدخل هذه المندوبية وطبيعة عملها وما تطلع به من دور في مجال التنمية الزراعية. وهنا في نواكشوط أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة صباح اليوم رفقة وزير التهذيب الوطني ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني عن انطلاق الأنشطة المخلدة للعيد الدولي للطفل. شملت هذه الأنشطة عدة فعاليات من بينها إطلاق ورشة تكوينية لصالح المربيات وتنظيم يوم تحسيسي حول حقوق الطفل. تخليدا للعيد الدولي للطفل يأتي انطلاق الدورة الأولى لتكوين المربيات حول دليل المربية والدعامات التربوية للتعليم ما قبل المدرسي، ويشمل التكوين 180 مربية من جميع ولايات الوطن وذلك لضمان حماية حقوق الطفل والرفع من مستواه التعليمي وتربية النشأ على قيم الإخاء والعدالة إضافة إلى تطبيق اتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. لقد كانت بلادنا على رأس الدول المصادقة على هذه الاتفاقيات والحريصة على التطبيق الشامل لمضمونها، واتخذت في سبيل ذلك تدابير جمة وقطعت أشواطا طويلة، وبدأ أطفالنا قطف ثمار تلك الجهود مما انعكس
على انتشار الوعي بحقوق الأطفال، كما تمت محاربة جميع أشكال العنف ضد الأطفال على نطاق واسع. وشهدت السنوات الأخيرة في الكثير من القرى والأرياف تنظيم حملات تحسيسية واسعة لتخلي الطوعي عن بعض الممارسات الضارة بصحة الفتيات. عمدة بلدية عرفات رحب بالحضور وأكد مواكبة بلديته للأنشطة الاجتماعية. أما ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف السيد سليمان جابيتي أوضح أن هذه المناسبة تشكل فرصة لكافة المعنيين لتقييم الخطوات التي قطعت خلال 27 سنة ووضع حصيلة للإنجازات، وأشاد بمصادقة موريتانيا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. بعد ذلك تجول الوفد الوزاري في أقسام الروضة التطبيقية لمركز التكوين للطفولة الصغرى في مقاطعة عرفات، وتلقى شروحا مفصلة عن دور التعليم ما قبل المدرسي في تهيئة النشء وطبيعة الدروس المقدمة والمهام الموكلة إلى المربيات. وضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للطفل دائما، أدى الوفد الوزاري زيارة تفقدية لمركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، أشرف خلاله على تدشين قسم جديد خاص بأطفال التوحد، وتعرف من طاقمه التدريسي على إسهامه في ضمان التأطير النفسي والاجتماعي للأطفال المتأخرين عقليا ودمجهم في المجتمع. كما قام الوفد بزيارة فصول وأقسام الصم والمكفوفين وورشات الفن التشكيلي والخياطة التابعة للمركز، وقد تم توزيع حقائب مدرسية على أطفال قسم التوحد ومعدات رياضية على باقي الأقسام. مركز الحماية والدمج الاجتماعي بدار النعيم شملت الزيارة التفقدية كذلك جميع فصوله وأقسامه الدراسية، وتميز تخليده لليوم العالمي للطفل بتنظيم يوم تحسيسي لصالح وكلاء الأطفال حول دور الأسرة في ضمان حقوق الطفل، وقدم أطفال المركز إسكتشن حول أهداف المركز ومهامه الاجتماعية، كما تم خلاله تقسيم هدايا على الأطفال بهذه المناسبة. وقع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا صباح اليوم بالعاصمة على اتفاقية تشمل التعاون الفني ودعم القدرات وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع التنموية. سعيد الحبيب. الاتفاقية الأولى من نوعها بين بلادنا وهذه اللجنة تأتي لتعزيز التعاون الفني فيما يتعلق بتعبئة القدرات وتكوين الكادر البشري لضمان إنجاح خطط التنمية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها في غضون السنوات المقبلة. مراسم التوقيع عقبها تبادل للخطب بين السيدة ريما خلف الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد الكومبو. لا بد لنا من الدقة في التحليل الاقتصادي وفي احتساب المؤشرات وفي تعميمها وفي النموذجة، سواء كانت في الاقتصاد الحقيقي الاقتصاد الكلي، لأن لازم يكون هناك مؤشرات ومعطيات تسمح لنا بأن نقوم بتحاليل موضوعية في جميع المجالات، سواء كانت في التغطية الجغرافية أو في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلد. ونحن نرى في هذه الاتفاقية مكونات تسمح فعلا بأن نستفيد من قدرات الإسكوا، ليس فقط للدعم مرحليا ولكن لتنمية قدرات استراتيجية تسمح لأن موريتانيا في المستقبل إن شاء الله تكون مستقلة في هذا المجال. بدورها عبرت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لغرب آسيا عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية التي اعتبرتها إثراء للجنة الاقتصادية، مبرزة دور اللجنة في مواكبة الدول العربية في جهودها في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. موريتانيا كان إثراء للجنة ونعتبره حدثا هاما في تاريخها التنموي في المنطقة. لمن لا يعرف الإسكوا أو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، هي الذراع الإقليمي للأمم المتحدة، الذراع التنموي للأمم المتحدة في المنطقة العربية، وهي تعمل لمساعدة أو تقديم كل ما يلزم الدول العربية من دعم فني لتحقيق أجنداتها التنموية. وكانت بلادنا انضمت إلى هذه اللجنة حديثا، وذلك لتوطيد علاقاتها بمختلف المنظمات والهيئات الإقليمية وشبه الإقليمية، بما يحقق مزيدا من التنمية في بلد يتمتع بثروات عديدة وبعلاقات دولية يطبعها الاحترام المتبادل.
اشرف المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الاسترقاق والدمج ومكافحة الفقر صباح اليوم في مقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي، اشرف على تدشين مدرستين مكتملتين في كل من بلدتي قرقرات أهل عمر وقوقي الزمال، بالإضافة إلى نقطة صحية في تجمع أرقان. إلى هذه المناطق الحدودية المتواغلة في شرق البلاد وصلت تدخلات الوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الاسترقاق والدمج ومحاربة الفقر. فهنا في تجمع كركر تهل عمر بيو التابعة لبلدية الفلانية كما هو الحال في بلدة قوقي الزمال، أعطى المدير العام للوكالة الوطنية التضامن الأستاذ حمدي المحجوب رفقة والي ولاية الحوض الغربي إشارة استغلال مدرستين مكتملتين ومجهزتين أصبحت أبوابها مشرعة بالفعل لاستقبال الرجال الغد، وهم في مطلع عام دراسي جديد سيبقى تاريخه عالقا في أذهانهم كما يعكس ذلك تفاعلهم مع الحدث. زينة عندنا مدرسة، هاي المدرسة زينة عندنا. عبارات الشكر والامتنان تجاوزت الصغار إلى الكبار الذين يدركون قيمة العلم والتعلم في زمن لا مكانة فيه للجهل. الوكالة المنتشرة دخلت في البلدية اللي قالها بلدية قوقي بناء مدرسة مكتملة ومسجد، و2015 دخلت فيها في نقطتين صحية اللي هي مكتملة، وراجي من مولانا يوفقنا ويوفقهم إن شاء الله. هاي المدرسة مهمة عندنا، هي اقتصاد أبنائنا وأبناء جميع الموريتانيين. مدرسة عندنا زينة حتى. الخيار اللي يجبر الإنسان شين قالوا التعليم، الناس يشكوا عن الفقر أن حد ما عنده البقر ولا ما عنده الغنم، الفقر حد جاهل. المدير العام للوكالة الوطنية التضامن الأستاذ حمدي المحجوب دشن كذلك نقطة صحية مجهزة باللوازم الطبية الضرورية لصالح تجمع أرقان التابع لبلدية قوقي الزمال لتكتمل ألوان الصورة التي تسعى السلطات العليا في البلد إلى تحقيقها وتجسيدها واقعا. واطن متعلم يتمتع بصحة جيدة، وهي مساعي كانت موضع إشادة من سكان تجمع أرقان. لا ينكر سكان قرى أرقان ما حظظ به من إنجازات تحت ظل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. مؤيدين محمد بن عبد العزيز ألذن الإنجازات اللي أعطاه للمواطنين تامين من هذا الطب. وساءتنا بالطب كنا فينا فصل وحتى. وتدخل هذه التدشينات في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني المجيد. أمينة منتبة للموريتانية من تجمع أرقان التابع لبلدية قوقي الزمال بولاية الحوض الغربي. في ولاية العصابة أشرف الأمين العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن في مدينة كنكوصة على انطلاق تشغيل التوسعة الكهربائية الجديدة للمدينة. تشتمل توسعة الشبكة الكهربائية في مدينة كنكوصة على المكونات التالية: بناء وتجهيز وتوصيلة 4 محولات كهربائية، مد وتوصيلة 5 كيلومترات من الشبكات الهوائية ذات الجهد المتوسط، مد 21 كيلومتر من الشبكات الهوائية ذات الجهد المنخفض، وتركيب 200 وحدة إنارة عمومية. تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، قامت الحكومة بإشراف معالي الوزير الأول السيد يحيى والحدمين بتصميم برنامج طموح يستهدف كهربة المدن وتوسيع وتعزيز قدرات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في أقرب الأجال وأحسن الظروف. وقد بلغت كلفة هذا المشروع ما يناهز 335 مليون وقية بتمويل من الدولة الموريتانية. أيها السادة والسيدات، يهدف هذا المشروع إلى تعميم النفاذ إلى خدمات الطاقة الكهربائية حتى يتمكن جميع سكان هذه المدينة العامة من الاستفادة منها. عمدة بلدية كنكوصة في كلمة ترحيبية أكد أن التوسعة الحالية ظلت حلما يراود سكان مدينة كنكوصة، معربا عن أمله في أن تشمل حيي أهل جيلان والميلح على أطراف المدينة في المستقبل القريب. إن هذه التوسعة ولت على مر السنوات الماضية حلما يراود ساكنة هذه الضفة، وها هي اليوم الشموع تزين سماءها مما سيدفع بعجلة التنمية ويرفع من المستوى المعيشي للمواطنين. وستمكن هذه التوسعة للشبكة الكهربائية في مدينة كنكوصة من رفع عدد التوصيلات الكهربائية إلى 2000 توصيلة اجتماعية.
إلى مدينة بن نشاب بولاية نشتري، حيث اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الصحراء والمحيط. تميزت هذه النسخة من المهرجان بعديد الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة. بن نشاب تسدل الستار على أعمال النسخة الثالثة من مهرجان الصحراء والمحيط. جمهور غفير استمتع بأروع الألحان وأجمل العروض التي قدمت في لبوس الفلكلور، ناهيك عن إبراز تاريخ كبار الشخصيات الفكرية والثقافية والسياسية المنحدرة من المنطقة. قد استفدنا من خلال العروض التي قدمت خلال هذا النشاط الثقافي الذي شكل لوحة ثقافية رائعة مزجت بين ثقافة الضفة والصحراء، محاولة بذلك نفض الغبار عن تراث أمتنا المجيدة باعتبار تنوعها مصدر فخر واعتزاز لنا. وفي هذا السياق تأتي النسخة الثالثة من مهرجان الصحراء والمحيط تحت شعار من أجل وحدة وطنية قوية، مساهمة منها في تعزيز وتقوية روابط الصلة بين جميع مكونات الشعب الموريتاني. الحفل شمل توزيع الكثير من الجوائز التكريمية في مجال كرة القدم والرماية بالسهم والقوس. القيمون على التظاهرة يعتبرها حققت أسمى الأهداف المرجوة منها عبر التعريف بهذا الحيز الجغرافي وحضوره في المشهد الثقافي بمسحته الخاصة. ها نحن نصل في هذه اللحظات إلى نهاية النسخة الثالثة من مهرجان الصحراء والمحيط المنظم هذه السنة تحت شعار من أجل وحدة وطنية قوية. أرجو أن تكون الأنشطة والعروض التي تابعتموها قد أسهمت في ترفيه ومشاطرة ساكنة بن نشاب هم وهم. لقد تميزت هذه النسخة بالتعريف ببعض الشخصيات العلمية والمقاومة الوطنية المنحدرة من ولاية نشيري تقديرا لدورها الريادي، ونرجو أن يكون ذلك ركناً ثابتاً في النسخ المقبلة إن شاء الله. الفعاليات الختامية لمهرجان الصحراء والمحيط اتسمت بحضور قوي للشعر بشقيه الفصيح واللهجي الممزوج بالأغاني البديعة التي تفاعل معها الحضور المشغوف بحب الثقافة والفن. حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول إعادة الاعتبار للمقاومة الوطنية. بدأت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية في مجال الرقابة الوبائية ومكافحة المرض تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الأمريكي للسيطرة الوقائية من الأمراض. على مدى 5 أيام يتلقى هؤلاء الأطباء تكوين لصالح في علم الأوبئة القاعدية خط أول المنظم من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الأمريكي للسيطرة والوقاية من الأمراض. ويستفيد من هذا التكوين 24 طبيبا من الولايات الداخلية. إن هذا التكوين يستفيد منه 24 طبيب رئيسي من 5 ولايات داخلية، ويستمر لمدة 5 أيام تتبع بتدريب ميداني لمدة 6 أسابيع يشرف على التكوين خبراء ومكونين وطنيين وأجانب في مجال الرقابة الوبائية. تحضرون اليوم للمشاركة في المرحلة الثانية من التكوين الذي أنهيتم وبنجاح مرحلته الأولى بشقها النظري والعملي. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أهنئكم وأشكركم على الجهود التي بذلتموها من أجل إنجاح المراحل السابقة، وأحثكم على المواصلة لإنجاح هذه الورشة الثانية وما يتبعها من تدريبات ميدانية. مسؤول محاربة الأوبئة بمكتب منظمة الصحة العالمية السيد يانغ سيدو ثمن هذا التكوين باعتباره سيشكل إضافة نوعية في مجال الخبرة لدى المكونين. يذكر أن سلسلة التكوينات هذه تدخل في إطار استراتيجية يتبعها قطاع الصحة للرفع من الجاهزية لدى الكادر الطبي الوطني. في شأن السياسي، نظم منتخب مقاطعة الشامية ليلة البارحة مهرجانا شعبيا لتثمين مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي نظم مؤخرا. خلال هذه التظاهرة أكد منتخب وطور مقاطعة الشامية على أهمية مخرجات الحوار التي تجسد بناء دولة مؤسسات على أسس قويمة. وأشادت المداخلات بما تحقق من إنجازات تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وكان لها الأثر البالغ على حياة المواطنين في عموم التراب الوطني.
وقد أعلن المتدخلون من بلدية الشام وأمغار وتميم شات بدء عمليات التحسيس بضرورة العمل على إنشاء الاستفتاء المزمع تنظيمه أواخر دجنبر القادم حول المواد المعدلة من الدستور بما فيها تغيير العلم والنشيد الوطني. وفي ردها على مجمل هذه المداخلات، شكرت الأمينة الاتحادية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى ولاية داخلة النواليب والسيدة مريم منتحود باسم رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد المحم سكان مقاطعة الشام على تنظيم هذه التظاهرة الحاشدة. اسمحوا لي في بداية هذه التظاهرة الحاشدة أن أعرب لكم باسم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد المحم عن كامل فرحتي وامتناني بهذا النشاط السياسي البارز الذي تحتضنه مدينتكم والرامي إلى تثمين المكتسبات التي تحققت في بلادنا تحت قيادة فخامة الرئيس السيد محمد عبد العزيز. خرجت بلادنا للتو من حوار سياسي شامل جمع مختلف الأطياف السياسية في البلد وناقش كل القضايا المطروحة في الساحة في جو تطبعه المسؤولية والاحترام وأفرز مخرجات تخدم البلد وتضيف مكتسبات جديدة للشعب الموريتاني. أيها الحضور الكريم، في هذا الصدد نعرب عن دعمنا ومساندتنا لمخرجات هذا الحوار السياسي والتي تشكل إنجازا ينضاف إلى ما حققه شعبنا العظيم من مكتسبات في تجربته الديمقراطية في ظل قيادة فخامة الرئيس السيد محمد عبد العزيز. احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية صباح اليوم فعاليات أسبوع الدخول الجامعي السابع الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. يسعى الاتحاد من خلال تنظيم هذه التظاهرة السنوية إلى التعريف بآليات الدراسة ونظم سير الكليات وما تقدمه من دروس للطلاب. الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا سيد حبيب الله لكاه أكد أن هذا النشاط العلمي السنوي يدخل في إطار الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد إسهاما منه في تذليل الصعاب أمام الوافدين الجدد للجامعة، إضافة إلى تنظيم ندوات ومحاضرات تتناول نظام الأمدية الجديد والتطورات التي تواكبه. الغالي متاع مارشين تصحبكم في جديد الاقتصاد بعد فاصل قصير. شكرا لك فتان. مشاهدينا الكرام اهلا بكم، نبدا نشرتنا الاقتصاديه الليله باسعار اهم العملات العالميه مقابل الاوقيه حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. افتتحت إمارة دبي مؤخرا قناتها المائية لخط المياه الذي يعبر قلب منطقة وسط المدينة، وعلى جانبي القناة يمكن لزوار دبي التمتع بعدد من المراكز الترفيهية والفنادق والأسواق. وقد أنفقت حكومة دبي مبالغ معتبرة لتحقيق هذا المشروع العملاق. ذكر مكتب الإحصاء أن حالة الكساد التي تعاني منها نيجيريا تفاقمت في الربع الثاني من العام مع هبوط إنتاج النفط، فيما لا تزال أزمة نقص الدولار تخنق أكبر اقتصاد في إفريقيا. وارتفعت الأسعار بسبب شح الدولار في البلد الذي يعتمد على الواردات، وتفاقمت الأزمة بسبب قيود العملة التي فرضها البنك المركزي العام الماضي. ذكرت شركة الصناعات الدوائية السويسرية العملاقة نوفارتس اليوم أنها استحوذت على شركة الصناعات الدوائية الأمريكية سيلكسيز المتخصصة في صناعة أدوية اضطرابات الدارة الدموية. ذكرت نوفارتس في بيان لها إن الصفقة تصل قيمتها إلى 665 مليون دولار تشمل قيمة الاستحواذ والنفقات الرئيسية للشركة الأمريكية.
أكد مسؤولون كبار في مجموعة فولكس فاجن الألمانية العاملة في مجال صناعة السيارات أنه ليست لديه في الوقت الحالي خطة لفتح وحدة صناعية لتركيب السيارات في الجزائر بعد أخبار مفادها نية الشركة افتتاح مصنع جديد في الجزائر. كانت الشركة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها تحتاج لإعادة تجهيز ما يصل إلى 11 مليون سيارة بعد فضيحة إقرارها بالتحايل على اختبارات الانبعاثات في محركات الديزل. وفيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. شاهدينا نهاية النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء. أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي انسحابه من الحياة السياسية بعد هزيمته في الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي. وقد تصدر رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون بفارق كبير الدورة الأولى من هذه الانتخابات بالغة الأهمية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2017. أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي انسحابه من الحياة السياسية بعد هزيمته أمس الأحد في الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي. وخلافا لتوقعات حصل ساركوزي على 21% فقط من الأصوات بحسب ما أظهرت نتائج الشبه النهائية بفارق كبير خلف رئيس وزرائه السابق فرانسوا فيون الذي تصدر بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات البالغة الأهمية بالنسبة للانتخابات الرئاسية في ربيع 2017 بحصوله على 44.1% من الأصوات وهو ما شكل مفاجأة. ساركوزي أعلن أيضا أنه سيصوت لصالح فيون خلال الدورة الثانية من هذه الانتخابات داعيا مناصريه إلى الابتعاد عما وصفه بالتطرف السياسي. أما المنافس التاريخي لساركوزي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس بلدية بوردو ألان جوبين فقد حصل على 28.1% من الأصوات ما يعني أنه سيواجه صعوبة خلال الدورة الثانية للانتخابات المقبلة. وتميزت الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي بتعبئة قوية عكست مدى أهمية هذا الاستحقاق فالفائز به في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان لديه حظوظ جيدة بحسب الاستطلاعات بأن ينتخب رئيسا لفرنسا على مدى 5 أعوام قادمة. وتعتبر هذه الانتخابات التمهيدية الأولى من نوعها بالنسبة للأحزاب اليمينية بعد أن كانت الأحزاب اليسارية تطبق هذه الطريقة خلال السنوات الماضية. وستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم 23 أبريل القادم في حين ستجرى الجولة الثانية يوم 7 مايو من العام ذاته. أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي برغبتها في الترشح من جديد لمنصب المستشارة في ألمانيا. ميركل عبرت عن هذه الرغبة خلال اجتماع لمجلس رئاسة الحزب المحافظ في برلين، ويتوقع في وقت لاحق أن تعلن المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي عن رغبتها في الترشح للمستشارة أثناء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل. لقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 100 بجروح في حادث خروج قطار سريع عن سكة في ولاية أوتار براديت شمالي الهند. تقول السلطات الهندية إن حصيلة الوفيات مرشحة للزيادة. تواصل فرق الإنقاذ في الهند جهودها بحثا عن ضحايا حادث خروج القطار السريع بانتا أندور عن القضبان في ولاية أوتار براديت شمالي الهند. وأعلنت الشرطة الهندية أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 140 شخصا على الأقل و180 آخرين أصيبوا بجروح إثر خروج قطار سريع عن سكته. واستخدم رجال الإنقاذ قواطع تعمل بالغاز لانتشال أحياء بعد أن انقلبت 14 عربة من قطار الركاب والذين كانوا يغطون في النوم عند وقوع الحادث بالقرب من مدينة كامبو التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرقي لوكناو عاصمة الولاية.
وقد نقلت مصادر إعلامية عن المدير العام للشرطة القول إن هناك عددا من الأشخاص عالقين داخل عربات القطار، ونحن حذرون للغاية في استخدام قواطع الغاز. ويتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا لأن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى العربات التي لحقت بها أسوأ الأضرار، كما وعد وزير السكك الحديدية بأن تجري الحكومة تحقيقا حول أسباب الحادث. محمد طلحة معه الرياضة بعد الفاصل. شكرا للفتن واهلا بكم مشاهدي الكرام للنشرة الرياضية. يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون نظيره الجزائري محارب الصحراء في مباراة ودية يوم 7 يناير المقبل، وذلك بجمعة مصطفى تشاكر بمدينة البوليدن الجزائرية. وستشكل المباراة المرتقبة فرصة مناسبة لعناصر المنتخب الوطني من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات القادمة، خاصة تصفية كأس أفريقيا 2019 التي ستنطلق مارس المقبل. وكان المنتخب الوطني قد أنهى الأسبوع الماضي معسكرا إعدادي بتونس، واجه خلاله نظيره التونسي في مباراة ودية انتهت بنتيجة تعادل سلبي دون أهداف. في سياق متصل قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الفرنسي كورتي مارتينيز إن المباراة الودية القادمة أمام المنتخب الجزائري الذي يستعد لكأس أفريقيا التي تستضيفها الغابون مطلع السنة المقبلة هي مباراة في غاية الأهمية وتشكل حافزا كبيرا للجماهير الموريتانية. ومضيفا في هذا السياق أن المنتخب الموريتاني بدأ في اللعب مع المنتخبات الكبيرة على مستوى القارة الأفريقية، حيث واجه تونس التي تعتبر بلدا كبيرا في كرة القدم الأفريقية، وأيضا التقى الكاميرون وجنوب أفريقيا في تصفية كان 2017. أضاف المدرب أن مواجهة مثل هذه المنتخبات التي تضم لاعبين ممتازين محفز بالنسبة له. ومن الواضح يقول المدرب بأن ملاقاة منتخب الجزائر التي بلغت هنا نهائي كأس العالم الأخيرة هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمنتخبنا الوطني. اختتمت منافسة الجولة 7 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم على وقع التعادل الإيجابي الذي خيم على لقاء الوئام بتشيكجا، وذلك بنتيجة هدف لمثله. وفي مباراة ثانية ضمن اليوم الختامي لهذه الجولة تمكن نادي الشرطة من التغلب على منافسه الأكثر بنتيجة 2-2. وفي مباريات اليوم الثاني لجولة 7 تغلب نادي تفرغ زينة على مضيفيه تجونين بثلاث أهداف نظيفة، فيما فاز فريق الحرس الوطني على فريق أفس وذبو بهدف دون مقابل. كان اليوم الأول لهذه الجولة قد عرف التعادل الكيديا مع كينغ الماكشوت سلبا بدون أهداف، وتعادل فريق دز مع سنين إيجابا بنتيجة هدف لمثله، وفوز الرياض على فريق الجيش بهدفين مقابل هدف. هذا كل ما لدينا من أخبار الرياضة بعد الفاصل، أعود إلى فترة المتالي. شكرا محمد طلحة على التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الياسي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والتعاون بين بلادنا وهذه اللجنة يتصدر اللقاء. رئيس الجمهورية ترأس بالقصر الياسي حفل أداء اليمين القانونية لعضوين جديدين في المجلس الدستوري. فيو يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي، وساركوزي يعلن انسحابه من الحياة السياسية بعد هزيمته في هذه الانتخابات. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.